رضا. يا مساء الفل مساء عليكي يا السعادة جيسي، يا رودي. مساء السعادة ومساء كل حاجة حلوة عليكي طالما حبيبتي. انت موجودة لازم تبقى حلوة. حبيبتي يا جيسي. حبيبتي مبسوطة جدا ان احنا مع بعض وانا النهاردة. طبعا حبيبتي ومساء الفل على حضراتكم. ان شاء الله حلقة نهاية الأسبوع كده تبقى حلقة لطيفة وخفيفة ومفيدة بالنسبة لحضراتكم، وكمان حلقة تتفرجوا علينا وانتوا سعداء ومبتسمين. ايوه الابتسامة دي وانتوا أهم حاجة. مبتسمين، دي أهم حاجة يا رضوى. بالظبط، على فكرة الابتسامة دي مش شرط ان الواحد يكون مبسوط ان في حاجة حصلت اسعدتنا ولا فرحتنا في اللحظة دي تحديدا. الابتسامة في وجوه الناس ده حقيقي ممكن يكون اسلوب حياة نتبعه كده في حياتنا على طول. لما وش الواحد يكون بشوش ومبتسم بيحبب خلق الناس فيه ويسهل الدنيا ويخلي كده الدنيا سالكة زي ما بيقولوا وبسيطة، وبيخلي كمان حوالينا طاقة حلوة وإيجابية وكمان صورة حلوة. لأن أكيد صح. وإحنا مبتسمين أكيد وشنا بيكون شكله أحلى وتقاطعنا بتكون مرتاحة ومفيش شدة في العضلات بتاعت الوجه. الابتسامة بتعبر دايما عن صفاء نفسي، عن رضا. وليه بنقول بقى لحضراتكم كده؟ لأن اليوم العالمي للابتسامة هيكون بعد بكرة، وبما إن إحنا بعد بكرة مش مع حضراتكم فقلنا إن إحنا كده يعني نؤهلكم ونشجعكم على الابتسام يعني التبسم في وجه الآخرين. اليوم ده بيكون أول جمعة من شهر أكتوبر في كل سنة، ويا رب يكون دايما كل أيام حضراتكم بركة وسعادة وابتسام. والفكرة دي على فكرة هي فكرة الفنان الأمريكي هارفي بول اللي هو صاحب الوجه المبتسم، ومن بعد وفاته في 2001 أنشئت مؤسسة للابتسامة العالمية. الابتسامة برضه هنقول تاني مش بس فرحة، دي طاقة، بتبقى طاقة متحركة جوانا ومعانا وحوالينا، بتخلي التواصل والإيجابية ما بين الناس كده بكل سلاسة وبكل بساطة. أكيد أكيد يا جيسي، وبكل سلام كمان. صح. يعني دايما الابتسامة أو الشخص صاحب الابتسامة ده بيبقى عنده سلام نفسي كده. والحقيقة إنه زي ما جيسي بتقول الابتسامة طاقة، إحنا لما نبتسم هنحس إن طاقتنا حلوة، وبالتالي ده هينعكس على كلامنا وهينعكس كمان على الإحساس اللي هيوصل لغيرنا. والابتسامة عادة فعلا مش لازم تبقى مرتبطة بأحداث أو يعني إن يبقى في حاجة تضحكنا، إحنا ممكن جدا من أول ما نصحى من النوم كده نقرر نبقى مبتسمين، وبالتالي هنلاقي كل حاجة في يومنا بقت حلوة ومشيت كويس. حتى لو اعتبرنا ان الابتسامة دي هي جبر خاطر، صح. انك تجبر بخاطر اللي قدامك انك تبتسم بس في وشه، لو ماشي كده في الشارع وانتوا في الاشارة ابتسمتوا لبعض مثلا، دي حاجة بسيطة جدا على فكرة مش هتكلفنا. او الناس وهي رايحة الشغل يا جاسي، بالظبط يا يعني رضوى، ليه بالظبط بنبقى الناس كتيرة بنشوفها متجهمة او ايوه شايلة هم بدأ يومها اليوم كده او بالظبط كده. بتكشيرة. انت عارفة حاجة؟ والحقيقه دي حاجه انا كنت قريتها وسالت فيها كمان دكتور من الدكاتره النفسيين. ساعات الواحد بسبب ضغوط الحياه كلنا عندنا مشاكل في حياتنا، اي حاجه نصحى نبقى متضايقين، متقدرين، حزنانين، اي شيء يعني مخلي يومنا كده من بدايته تقيله. فقال لي حاجه الدكتور، قال لي السر نعمل ايه؟ نبتسم، نعمل نفسنا كاننا مبسوطين. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيبعت رسالة للمخ. ايه ده؟ هو الشخص ده اللي هو انا يعني او حضرتك يعني مثلا، هو ده زعلان ولا هو متضايق ولا هو مبسوط؟ بنبعت له كذا رسائل مختلفة، فهو بالنسبة له، بالنسبة للمخ يعني المخ البشري العقل البشري، احسن او يعني يتجاوب اكتر مع الفرحة ومع السعادة. احساس السعاده هيطغى على احساس الزعل، فهنلاقي نفسنا فجاه ايه ده احنا مش متضايقين قوي زي ما كنا فاكرين، فيومنا هيبقى اسهل ومشاكلنا هنلاقيها بنعرف نحلها اكتر. بتعمل نوع من انواع الصفاء الذهني، نعرف نفكر بطريقه تبقى افضل واحسن وناخد كمان قرارات احسن في حياتنا. فنحاول بقدر الامكان حتى لو متضايقين نحط ابتسامه على وشنا، وان شاء الله كده ربنا يسهل علينا كل ايامنا وكل حياتنا باذن الله ان شاء الله. مش كده يا رضوى؟ يا رب يا جيسي، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هنبدا النهارده مع حضراتكم، عندنا الحقيقه فقرات جميله، ولكن بعد الفاصل. وهنبدا فقراتنا النهارده مع قصه تحدي ونجاح.